الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا أقر مجموعة إصلاحات على مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهيرفع عدد الأندية المشاركة في البطولة ل 36، وده هيكون من بداية موسم 2024. خلونا نعرف إيه هي أهم التعديلات اللي حصلت وإيه الإصلاحات اللي اتعملت على مسابقة دوري الأبطال. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أقر مجموعة إصلاحات على مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال إضافة 4 أندية، وبكده هيرتفع العدد ل 36 اعتباراً من موسم 2024-2025. كمان الاتحاد أعلن إن عدد المباريات اللي هيخوضها كل نادي في الدور الأول بنظام المجموعة هيزيد ل 8 مباريات بدل 6 لقاءات قدام خصوم مختلفين، بمعنى إن هيكون 4 على أرضه و4 بره أرضه. رئيس الاتحاد القاري السلوفيني ألكساندر تشيفيرين علق على التعديل ده وقال: إحنا واثقين من النظام الجديد اللي تم اختياره لأنه هيكون فيه توازن حقيقي، خصوصاً إن هيكون فيه تطوير في ميزان المنافسة وتوفير إيرادات صلبة نقدر نوزعها على الأندية في مختلف أنحاء قارتنا. وبالنسبة للمقاعد الأربعة الجديدة هتكون عبارة عن مقعد واحد للنادي اللي هيحتل المركز الثالث في الدولة صاحبة التصنيف الخامس القاري، ومقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عن طريق مسار الأبطال، ومقعدين تانيين للاتحادات اللي هتحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق، بمعنى إنه هيتم جمع عدد النقط اللي حصلوا عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة. الاتحادين دول هيحصلوا على مقعد للنادي الأفضل تصنيفاً في الدوري المحلي بعد المقاعد المخصصة لدوري الأبطال.